والله بحبك والله والله يبارك والله فيك. ما بشوفك الا ما اقول ربنا يقوي. ربنا يقبل مني قبل الشهيد الصغير. الشهيد الصغير مات بسبع سنين، بقول ربنا يقويك. الله يبارك. يجي الشهيد الثاني انت البركه. البركه فيك. انت البركه. انت البركه. اتفضل. الله يتشرف بيك ويسعد بيكم. اهلا وسهلا. انت شهيدين للوطن. نعم شهيدين للوطن، مش خساره في الوطن. ده امر اسمحي لي اقول لك. الحمد لله. يعني اسمحي لي ان انا اقول لك باسم كل المصريين، الله يرحمك، احنا بنشكرك ومقدرين ده، وربنا سبحانه وتعالى يعوض عليك يا رب. صحيح. ماليش الا هم. نعم ماليش الا هم وبنتي بس. ايوه بنتي بس. ماشي الحمد لله. ربنا يديك الصحه. الحمد لله. ما احنا ولادك برضو. الله يرضيك يا ابني. اه احنا ولادك برضو تحت امرك. اسمح لي اقول لك يا ابني. ده انا ليا الشرف. ده انا ليا الشرف. اسمح لي اقول لك يا ابني. ده انا ليا الشرف. الله يرضيك. اه والله العظيم. الله يرضيك. ده ليك الساعه انا ليا لحضرتك. اهلا. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله والله. انت عايزه تقولي ايه؟ ده الطلب اللي انا كنت بتمناه بس، ان انا اقابل الرئيس السيسي. وانا ليا عظيم الشرف. الله يرضيك. اه والله العظيم. والله لي عظيم الشرف ان التقي بيك. اما ليه؟ صحيح. الحمد لله والله. انا عايزك تكلمي المصريين. انا اكلم المصريين اقول لهم مصر عظيمه بالسيسي. معلش بقول السيسي، ما بقولش عاده الرئيس ولا حاجه، بقول السيسي. هتبقى عظيمه بالسيسي ما دام السيسي معانا، مصر مش هتقع ابدا. ربنا يحفظك يا ربي. مصر عظيمه بيكم يا شعب مصر. لا عظيمه بالسيسي. عظيمه بشعب مصر. الحمد لله. اما ليه؟ وبيكم. ما انت يعني في اعظم منك. الله يرضيك. اه والله العظيم. الحمد لله. انا يعني صبرت. طبعا انا صبرت طبعاً. واحتسبت. نعم. عشان اقعد معاه في الجنه. نعم. انا وابوه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. ربنا يبارك فيك. الحمد لله. واهلا بيكي. ولادك دول ولادنا. طبعا طبعا. يعني بعد اذنكم يعني. ولادك دول ولادنا. هم صغيرين اه، بس ربنا هيتبلغ. طبعا. ربنا هيتبلغ. احمد كان بيحب سينا قوي. قوي قوي. كان يقول لي سينا دي بتجري في دمي. ويوم ما سال دمه سال دمه على ارض سينا. ويوم ما استشهد استشهد على ارض سينا. هو ده اللي تروى ارض سينا، تروى بدم ابني. صحيح. ارض سينا تروى بدم ابني. صحيح. هو وكان طالب الشهاده وكان نفسه يستشهد. الله والله ربنا والله يا رب يا رب يا رب. اخته بتقول له ابوك وامك كبار وعيالك محتاجينك، شهاده ايه؟ قال لها انت بتقارني ايه بايه؟ العيد يعني أجازة أحمد، الفطار الحلو في رمضان يعني أجازة أحمد، فتح خلاص بعد وفاة أخويا إسلام حاول يعني الدنيا اتغيرت يعني، فما عادش خلاص لنا غيره، فالحياة واقفة عليه. هيجي عشان هو اللي هنفطر مع بعض، هيجي عشان هنعيد إن شاء الله تالت يوم رابع يوم. العيد بالنسبة لنا يعني أجازته. فإحنا أنا بالنسبة لي يعني أنا ما كنتش دايما ماما كانت تقرأ وسط سينا في التلفزيون، لا لا ربنا إن شاء الله هيخلوه لنا ما عادش لنا غيره. فما ربنا افتكروا يعني الحمد لله في الجنة ونعيمها، وربنا يجمعنا بيه يا رب. احمد اخويا يوم المداهمة بتاعته دي اللي احنا سمعناه، ان هو كان بيكلم العساكر بتوعه بيقول اوعى ارهابي يمسكك، كده كده هتموت موت بشرف. دخل جاب اصحابه عشان ما يتمثلش بجثثهم، بس هو دخل ينقذهم وهم مصابين، هو ما كانش لسه استشهد. قالوا له هنبعت لك امدادات عشان بس تطلعهم. ما استناش، ما قدرش يستنى، ما قدرش يستنى، عايز يجيب الجنود بتوعه من جوه قبل ما حق ارهابي يشد واحد فيهم. والله يعني مش عشان ابني. لا بطل. وعشان ابنك وانت ام البطل. الحمد لله. وحضرتك ابو البطل. وحضرتك زوجة البطل. وحضرتك اخت البطل. وانتوا ولاد البطل. يا رب. اه امال ايه؟ سيادتك رئيس الجيش وقائد اعلى القوات المسلحه ووراك رجاله وشدين يعني. اه طبعا. وبفضل سعادتك وبفضل زوجاتك العظيمه يعني. لا ده هم وحبك للقياده وحب القياده ليك يا سيادتك. ده بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يخليك. وبفضل المصريين الشرفاء اللي زيهم. الله يخليك. اللي هم بيقدموا اولادهم. اه طبعا. لبلدهم وربوهم وكبروهم. اه طبعا. عشان يبقوا يعني ثمن حريه مصر. الحمد لله. وثمن امن واستقرار مصر. الحمد لله. اوعي تتصوري. اوعي تتصوري. ان الثمن ده قليل. لا لا. لان احمد راح عند ربه طبعا. عشان
اسلام وعشان اللي زيه. عشان 90 مليون. نعم عشان 90 مليون عشان بقول اسلام يعني الاطفال الصغيره اللي زي اسلام في كل مصر. عشان كل ام زي حضرتك في كل في مصر كلها. عشان كل اخت وكل اب زي حضرتك يبقوا عايشين في امان وسلام. ده ثمن مش بسيط. اقف يا حضرتك وافرحي. الحمد لله. انه هو يعني رايح بشرف وعزه وكرامه. شرف بلد والله. اه امال وشرفنا. الله يشرف وشرفنا. الله يشرف. اه والله. الحمد لله. انا سعيد اني التقيت بيك. الله يخليك والله. والله لي عظيم الشرف. الله يرضيك يا ابن الله. واحنا بقول دايما انا تحت امر حضرتك انا وكل مصر. الحمد لله والله. صحيح والله. الحمد لله.